مساء الخير على كل المشاهدين في كل مكان، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مصر كل يوم. تفاصيل ومستجدات مهمة للغاية حدثت على الساحة المحلية خلال الساعات القليلة الماضية هنستعرضها مع حضراتكم النهاردة في فقرتنا الإخبارية، وكمان هنوضح لكم آخر المستجدات فيها. النهاردة كمان هيكون معانا فقرتين، الأولى هيشرفني فيها الأكاديمي الأستاذ الدكتور مدحت الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، واللي هنتكلم معاه فيها عن إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو، والرؤية المصرية الخاصة لتحقيق أهداف وأبعاد التنمية المستدامة 2030. أما بالنسبة لفقرتنا الحوارية الثانية فحيشرفني فيها الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، واللي حنتكلم فيها معاه عن صناعة السكر في مصر وكيف نجحت الدولة في زيادة المخزون الاستراتيجي لأول مرة حتى أبريل 2024. خلونا نبدأ معاكم بأول خبر معانا. أبرزت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم الأحد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه طلبة الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته التفقدية فجر أمس أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والحرص على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية والعمل بجد في كافة القطاعات والمجالات. فتحت عنوان السيسي حريصون على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية، ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن الرئيس السيسي قال إن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة، ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا الأساسية، وشدد على أننا بذلنا جهوداً غير مسبوقة لزيادة الرقعة الزراعية، كما نحرص على توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر. وفي صحيفة السياسة وتحت عنوان السيسي سياسة مصر الخارجية قائمة على التوازن والاعتدال ولا نتدخل في شؤون أحد، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن سياسة مصر الخارجية ثابتة ولن تتغير وتتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ولمعرفة تفاصيل أكثر عن الخبر حينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي حسام الحاروني. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. كيف ترى سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ طبعا سياسة مصر الخارجية أصبحت يعني بشكل متوازن تتسم بالاعتدال زي ما الرئيس صرح في صباح اليوم أثناء لقائه مع طلاب الأكاديمية العسكرية، وكان خطاب شديد اللهجة يوصف إن مصر معتدلة وعندها توازن في شؤونها الخارجية، بالإضافة إلى إنها عندها عدم تدخل وقناعة في شؤونها الداخلية، ودايما مصر بتدور على حلول الأزمة الاقتصادية في كل القطاعات، وده كان مهم جدا 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 وأبرزته معظم الصحف النهاردة في الكويت زي ما حضرتك كنت في مقدمة الخبر. إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان قال تصريحات مهمة إن الحكومة عندها مجموعة من الإجراءات علشان تخفف آثار الأزمة الاقتصادية اللي حدثت في مصر عقب جائحة كورونا، من توفير العملة الصعبة، توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وكمان أكد سيادة الرئيس على بذل جهود كبيرة جدا من الدولة في عملية زيادة الرقعة الزراعية، وزي ما حضرتك عارفة إن بقى عندنا مرحلة هامة جدا أهمها زيادة الرقعة الزراعية خاصة لإنتاج محصول القمح اللي بتعتمد عليه مصر بشكل كبير جدا، وده زي ما قال وزير الزراعة قبل كده إن خلال عامين من الآن مصر هيبقى عندها إن شاء الله اكتفاء ذاتي من السلع الاستراتيجية القمح.
طيب ما أهمية الرسائل التي بعثها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه طلبة الأكاديمية العسكرية، خاصة توجيهات الحكومة بإيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية؟ هو طبعا موجه لعدم يعني أهم حاجة إن هو يكون في توفير للاحتياجات الأساسية اللي تحتاجها الدولة، كمان أكد على توفير العملة الصعبة وزيادة الرقعة الزراعية، ودي كانت أهم ثلاث نقط اتكلم عنهم الرئيس، بالإضافة إلى بعض الرسائل اللي وجهها لجميع الدول سواء العربية أو الأفريقية أو الأوروبية أو على مستوى العالم، إن الرسالة كانت شديدة الإدراك إن سياسة مصر دايما معتدلة، إن مفيش أي تدخل في الشؤون الداخلية لمصر، إن مصر هتضع حلول نهائية للأزمة الاقتصادية، وإن في زي ما إحنا قلنا هنوفر الاحتياجات الأساسية، وإن سياستنا الحاجة اللي كانت أهم ثابتة لن تتغير سواء داخليا أو خارجيا، لأن العالم كله مر بالظروف الاقتصادية الصعبة عقب جائحة كورونا، وعلى ما بدأت الشعوب تفوق طبعا حصل الأزمة الروسية الأوكرانية اللي أظلت على العالم كله وما زلنا فيها، بالإضافة إلى عندك صراعات في المنطقة حوالين مصر سواء في ليبيا أو في السودان أو في سوريا، فمصر يعني سياستها ثابتة لن تتغير مع الدول المحيطة سواء شؤون داخلية أو خارجية، وبتضع الحل الأمثل لشؤونها هي ولا يتدخل أي أحد في الشؤون الداخلية، ودي كانت رسالة مهمة جدا من سيادة الرئيس. أستاذ حسام، بعد إذن حضرتك، إحنا عندنا مخزون استراتيجي كبير يمكننا من تجاوز الأزمة الاقتصادية، إيه رأي حضرتك؟ هو ده الدولة كانت حريصة فعلا على توفير احتياطي كتير من السلع الأساسية، دايما كان بيبقى عندنا تخزين لمدة 5 أو 6 شهور علشان ما نحسش بأي حاجة أو تكون السلع متوفرة في الأسواق للمواطن، أنت عندك جزء كبير من الشعب بيعتمد على التموين المحلي اللي بيصرف من خلال الدعم الشهري، فده طبعا بيكون متوفر بشكل كبير جدا 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 لكل المواطنين، بالاضافه الى توفير اهم حاجه واللي بيبقى على اسرع دايما هو رغيف العيش اللي هو متوفر وموجود في كل الاماكن، كل الافران بتخبز بكل طاقتها، نقدر نوفر القمح مع ان في ازمه كبيره جدا في القمح من بعد الازمه الروسيه الاوكرانيه، نقدر نغير جهات الاستيراد وبنستورد والامور ماشيه وعندنا سلع زي ما قال الرئيس ان احنا دايما بنبقى حريصين ان السلع الاساسيه او احتياجات المواطن تبقى موجوده عندنا لمده 5 6 شهور قدام. شكرا جدا لحضرتك الكاتب الصحفي حسام الحروني، بشكر حضرتك، وهنرجع تاني للاخبار. أشادت كافة القوى السياسية بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالعفو الرئاسي، والتي كان آخرها القرار الرئاسي رقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحبوسين الذين أدينوا بأحكام نهائية بما فيهم أحمد سعد دوما، مؤكدة أن مثل هذه القرارات تؤكد أن مصر تتسع للجميع وأن هذا القرار يعزز من قيم السلم الاجتماعي في مصر، حيث تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق توازن بين تعزيز حقوق الإنسان والحريات وبين الحفاظ على الاستقرار والأمان العام. وأكدت القوى السياسية أيضا أن قرارات العفو الرئاسي تتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطوة على الطريق الصحيح تؤدي إلى نجاح الحوار الوطني. لمعرفة تفاصيل أكثر عن الخبر حينضم إلينا عبر الهاتف النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بيان. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. كيف ترى جهود الدولة المصرية في دعم ملف حقوق الإنسان؟ يعني أنا برى أن هناك تقدم ومساعي يعني كبيرة، مساعي متواصلة متلاحقة للحفاظ ورفع كيان حقوق الانسان داخل الجمهوريه الجديده. النهارده احنا بنشوف كل قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انها بتمثل جزء كبير للحفاظ على حقوق الانسان. النهارده بنشوف قرارات العفو الرئاسي على بعض
المدنيين رغم ما كانوا يفعلون ورغم انهم في بعضهم كان متورط. النهارده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرارات العفو النهارده بيمثل جزء كبير للحفاظ على حقوق الانسان. النهارده في صراع داخل الجمهوريه الجديده لتنمير ورفع مبادئ حقوق الانسان. النهارده احنا يعني الشعب المصري فوجئ بالقرار بتاع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للخروج والعفو عن احمد دوم. هذا القرار يمثل ضربه قويه لكل المتقاعدين وكل قنوات والمحطات الاذاعيه المضاده لجمهوريه مصر العربيه. هذا قرار يعتبر من القرارات الاولى للحفاظ على حقوق الانسان. طيب يا فندم، كيف تؤثر تلك القرارات على نجاح الحوار الوطني؟ النهارده هذا القرار جاي من فاعليه الحوار الوطني ورد فعل للحوار الوطني. النهارده الحوار الوطني من اهم المبادئ اللي كانت او البنود اللي كانت تنص عليه كانت الحفاظ على حقوق الانسان، لان النهارده في دواعي ومحطات. النهارده احنا بنتحارب في قصه حقوق الانسان، لكن احنا بنقول للعالم كله ها هو سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى جاهدا للحفاظ على حقوق الانسان. عما تعبر قرارات العفو الرئاسيه المتتاليه التي يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ النهارده هذه القرارات المتتاليه والمتلاحقه وكل ما يصب هذا يصب لدعم حقوق الانسان ورفعه وبناء دوله جديده مستقره، دوله تهدف الى الحفاظ على الكيان البشري، الحفاظ على حقوق الانسان، الحفاظ على كل ما هو يمثل الكيان البشري والمواطن البشري مع مختلف الجنسيات في مصر. احنا لا نبص لاي فئه ولا اي ديانه ولا حاجه، انه كله سواسيه، كله يعمل للحفاظ على هذا الحقوق. طيب الحقيقه يا فندم ان هذا القرار بيرد على كل المشككين على حقوق الانسان في مصر، فراي حضرتك ايه؟ خصوصا يعني في المنظمات العالميه او الهيومن رايتس ووتش او الاعلام الاجنبي. النهارده هذا يعني ضربه قويه لكل المناهضين وكل المضادين للدوله الجديده ولقرارات السيد عبد الفتاح السيسي. هذه ضربه يعني جت في زي ما بيقول ضربه في مقتل. النهارده هذا القرارات وهذا الحفاظ، ان احنا بنشوف اللجان لحقوق الانسان بتطلع اشاعات وتروج اشاعات كل ما يحدث في جمهوريه مصر العربيه. النهارده بعض المحطات الاذاعيه والمحطات التلفزيونيه برضه تحصل وتزول لاخفاء الحقيقه عما يحدث في مصر لحقوق الانسان. كافه القوى السياسيه اشادت بهذا القرار، حضرتك رايك ايه؟ طبعا قرار رشيد، قرار حكيم، يعني الاطراف السياسيه جميعا بترحب بهذا القرار ودعم هذا القرار. شكرا لحضرتك جدا على مشاركتك معنا، شكرا لحضرتك. دعت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم إلى التهدئة ووقف أي إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص على خلفية حادث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة يوم الجمعة 18 أغسطس الجاري. وأكدت مصر في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي أهمية احترام ولاية بعثة حفظ السلام الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتجنب أي أعمال من شأنها تعقيد الأوضاع وتغير الوضع القائم على طول خطوط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة. كما دعت مصر للعودة إلى مسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية
وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلة آفاق المناخ، والتي تعد إحدى الإصدارات العلمية التطبيقية التي تصدر بدورية ربع سنوية، مشيرا إلى أنها تستقي أهميتها من الأولوية الملحة التي يحتلها العمل المناخي على الأجندة التنموية الوطنية والدولية، دفاعا عن الوجود الإنساني والأمن البشري في مواجهة تداعيات التغير المناخي وأحداث الطقس القاسي، حيث تعد المجلة بمثابة منصة متجددة لطرح الرؤى التحليلية وإطلاق الأفكار والمبادرات وتحليل التجارب والخبرات لإثراء العمل المناخي الوطني والإقليمي والدولي. وتتضمن المجلة مجموعة من الأوراق البحثية ومقالات وعدد من الروايات المناخية لباحثين وخبراء وأكاديميين متخصصين، بالإضافة إلى عروض لعدد من باحثي المركز. ويأتي العدد الجديد من المجلة استكمالا للأهمية التي يوليها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوصفه مركز فكر لملف المناخ وتداعياته في مختلف المجالات، وتأصيلا للمهمة الرئيسية التي يطلع بها بأن يكون داعما لكل متخذ القرار. نفت وزارة الإسكان تعاقدها مع شركات وسيطة لمساعدة المواطن في الحصول على وحدة سكنية ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين لمحدود الدخل. وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء مؤكدا أنه لا صحة لذلك، مشددا على أن الصندوق اعتمد التحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وهو ما يمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدته السكنية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى إن وجدت بصورة إلكترونية. لمعرفة تفاصيل أكثر عن الخبرين حينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي حسن أبو خزيم المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين. مساء النور يا فندم. كيف ترى جهود الدولة المصرية في الاهتمام بملف المناخ؟ يعني بالفعل احنا عارفين كوب 27 كان نقله نوعيه بالنسبه للدوله المصريه، الدوله المصريه مهتمه جدا بالتغيرات المناخيه، وبالفعل كل الدول اللي هي مهتمه بهذا الامر اشادت بالخطوات السريعه اللي هي اخذتها الدوله المصريه خلال الفتره الوجيزه الماضيه خلال العام الماضي. ويمكن انعقاد يعني مؤتمر المناخ في شرم الشيخ العام الماضي كان له دلالات كبيرة على أساس أن الدولة المصرية حتى بالنسبة لاختيار الدولة المصرية لعقد هذا المؤتمر كان له دلالة كبيرة على أن الدولة المصرية مهتمة جدا بالتغيرات المناخية، ويعني ولها خطوات سريعة في هذا الأمر، سواء بالنسبة لطاقة الرياح أو الطاقة الجديدة والمتجددة. والدولة المصرية بتعمل يعني على إضافة يعني طاقة الرياح والطاقة الجديدة والمتجددة بحوالي بنسبة 42% بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035، بالإضافة طبعا محطة بنبان وعدد كبير من هذه المحطات على أساس طبعا بتساعد الطاقة الكهربية التقليدية في هذا الأمر. ولكن عملية المساعدة بتأتي أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على منع التلوثات وما ذلك، ولذلك أخذت خطوات سريعة في هذا المجال. نعم. طب يا فندم، تأثير الاهتمام بالبيئة وبالمناخ على السياحة في مصر؟ يعني له تأثير كبير في هذا المجال، حتى ليس السياحة فقط ولكن حتى على المواطن المصري وما يهمنا في هذا المجال، يعني المواطن المصري وما لذلك، وكذلك السياحة. حضرتك من استخدام وزيادة الطاقة الاستيعابية أو زيادة الطاقة الإنتاجية من يعني الطاقة الجديدة والمتجددة لها ان يعني مردود ايجابي على المواطن بدل من عمليات التلوث وما لذلك، حتى بالنسبة لموضوع السيارات وما لذلك واستخدام الغاز الطبيعي في هذا الامر، ده له مردود ايجابي على المواطن وما لذلك، حتى بالنسبة لعملية التكلفة بالنسبة ليه يعني السرعة وما لذلك، كلها دي امور طبعا ايجابية
يعني لصالح المواطن وكذلك لصالح السياحة، لأن أي سائح لما بيأتي بيسأل طبعا على الطاقة الجديدة والمتجددة الدولة المصرية بتأخذ إيه أو بتطبق إيه في هذا المجال، فبيتم طبعا له عملية الدراسة وما لذلك والشرح بالنسبة للسياح في هذا المجال. وخاصة يمكن احنا شايفين السياحة يمكن هناك زيادات كبيرة في السياحة وأعداد السياحة بالنسبة للمدن يعني الصديقة للبيئة زي طبعا يعني شرم الشيخ زي سيوة وما ذلك، ويمكن يعني واحد سيوة يعني لديها حوالي 1,000,000 سائح يعني سنويا، كذلك شرم الشيخ والاهتمام طبعا من الدولة المصرية بمدينة شرم الشيخ وتحويلها إلى مدينة خضراء والمستشفى اللي هي موجودة فيها تعتبر يعني مستشفى يعني صديقة للبيئة، ولكن التحول الكبير اللي هو حدث في يعني شرم الشيخ وغيرها طبعا من المدن اللي هي صديقة للبيئة والمدن الذكية مؤكد أن السياحة بتزيد فيها أو بتزيد في هذه المدن. نعم. أهمية حديث مصر الدائم عن قضية التغيرات المناخية في المؤتمرات والمحافل الدولية، يعني مصر دايما ما بتفوتش أي فرصة أن احنا نتكلم عن الاهتمام بالبيئة. ده بالإضافة طبعا الدولة المصرية يعني مهتمة جدا بالتغيرات المناخية، وهناك طبعا اجتماعات مع الدولة الشقيقة الإمارات على أساس أن الإمارات طبعا سوف تستضيف كوب يعني 28 تسليما من الدولة المصرية. دي كلها أحاديث على مستوى سواء المحلي والإقليمي، والدولة لديك تجربة ناجحة الحمد لله أن أنت بتخطو خطوات سريعة في هذا المجال، سواء بالنسبة لي على موضوع التلوث والقضاء على التلوث، بالنسبة لعملية وعي المواطن وما لذلك، حتى بالنسبة لعملية الطاقة والنظافة ونظافة الشوارع ويعني والانتهاء من التراكمات الكبيرة اللي هي كانت موجودة في عدد من المناطق بالنسبة للقمام وما ذلك، واستطاعت ان انت بتعملي يعني مثل هذا الامر والقضاء على التلوث هذا الامر. طبعا اهميه المواطن وما ذلك حتى بالنسبه للجامعات والمدارس وعمليه الوعي بالنسبه للمواطن ده مهم جدا، ان الواحد لابد ان هو يحافظ على البيئه وكذلك يحافظ على يعني الترع وما ذلك، وحتى بالنسبه للزراعه وما ذلك، كلها دي امور يعني الدوله المصريه حريصه كل الحرص ان هي يعني بتحافظ عليها، ولذلك بتستخدم طبعا الاعلام في عمليه الوعي، ولكن علينا دور كبير نحن كمواطنين يعني نحافظ على البيئه بدل من عمليه التلوث. وكقضيه اخرى بالنسبه لي يعني تحويل السيارات من الوقود التقليدي للعمل بالغاز الطبيعي ده شيء مهم جدا، حتى بالنسبه لي يعني زياده المنازل او المنازل اللي هي بتستخدم الغاز الطبيعي بدل من انبوبه البوتاجاز، بدل من انبوبه البوتاجاز اللي هي بيتم استيرادها من الخارج اللي هو طبعا بتكلف يعني الدوله مليارات الجنيهات، ولكن الحمد لله لديك يعني فائض من الغاز الطبيعي الان بيتم حفر البئر رقم 20 في حقل ظهر، ولذلك لابد ان يكون هناك تنسيق دائم بين شركات الغاز الطبيعي وبين المحافظات ووزاره التنميه المحليه وخاصه في محافظه الجيزه حتى يتم زياده توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. هذا الامر ده يعني ملف مهم جدا، لابد ان محافظه البيئه تعمل عمليه تنسيق دائم بينها وبين شركات الغاز الطبيعي بالنسبه لعمليات الحفر في الشوارع وخاصه بالنسبه للحفر في الشوارع الترابيه، دي ما بيكونش هناك تصريح حفر لنا، ودي يمكن ده يعني ملف كبير لابد من وزاره البترول وكذلك يعني المحافظه يعني تقوم به من اجل طبعا بدل من استخدام المواطن لانبوبه البوتاجاز، لا ده حضرتك كدوله مصريه وفرت وهناك يعني إرادة سياسية في هذا المجال، وبيتم حتى يعني زيادة الاستكشاف وزيادة البحث والتنقيب. يمكن كان هناك اجتماع حضرتك اليوم يعني عصر اليوم بين رئيس مجلس الوزراء وشركة يعني أباتشي، ولذلك يمكن خلال العام المقبل هيكون هناك استثمارات كبيرة حوالي 1.4 مليار دولار استثمارات من هذه الشركة، وهي شركة أباتشي بالنسبة للبحث والتنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز والبترول، وخاصة أن هناك يعني
علاقة وثيقة وعلاقات ممتدة بين الدولة المصرية وبين هذه الشركة عبر 30 عام من الزمن، ولكن بيتم التوسع في هذا المجال. نعم. طب هنرجع يا فندم لنفي وزارة الإسكان تعاقدها مع شركات وسيطة لمساعدة المواطن في الحصول على وحدة سكنية، يعني الرد على الشائعات شايف أهميته إيه؟ يعني ده ملف حضرتك كويس ان حضرتك يعني اثرتيه، لان ملف الشائعات والاخبار المغلوطه والاخبار الكاذبه، كل ما حضرتك كدوله مصريه بتفتتح مشروع، كل ما حضرتك كدوله مصريه بتعمل مشروع جديد وما الى ذلك، كل ما حضرتك بتتقدم للامام بتلاقي مثل هذه الشائعات والاخبار المغلوطه اللي هي بتستهدف الدوله المصريه، بتستهدف طبعا مؤسسات يعني الدوله المصريه، وبتستهدف كذلك المواطن، هي بتستهدف في المواطن عشان يأتي. لا، الدولة المصرية بتسير للأمام، الدولة المصرية لم ولن تسير للوراء مرة أخرى، الدولة المصرية بتسير للأمام من ناحية هذه المشروعات، ولكن هناك تواصل يعني مستمر ودائم من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وهناك تواصل على مدار الساعة على أساس بيقوم بنفي مثل هذه الإشاعات، توضيح الحقائق يعني أمام المواطنين، وعلينا نحن كدور كمواطنين أننا لابد أن هذه الشائعة وهذا الخبر المغلوط والكاذب لابد أن هو يتوقف. ودائما الواحد بيقول فكر قبل ما تشير حضرتك، يعني أنا كمواطن ما ينفعش أن أنا أشير خبر وغير متحقق من هذا الخبر، وعارف أن هذا الخبر يعني كاذب، وهذا الخبر يعني بيشوه صورة الدولة المصرية، نعتبر أنا مشارك في هذا الأمر لو أنا شيرت هذا الخبر. ولكن هناك يعني مؤسسات الدولة، يمكن كل الوزارات وكل المحافظات المختلفة لديها صفحات متخصصة على يعني مواقع التواصل الاجتماعي، لابد أن نحن نحصل على المعلومة الحقيقية من هذه الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لحضرتك يا فندم، وهنطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع لأول فقرة حوارية.